السلام عليكم مرحبا بكم معايا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الخبيزات وحد الطريقه اكثر من رائعه كيجيو هكا لذاد بواحد المكونات اللي هي صحيه واللي كيساعدونا على الهضم خاصه في الايام الجايه المقبله ان شاء الله فالا بغيتو تعرفوا معايا المكونات وطريقه التحضير ديالهم ما عليكم الا تابعوني الى الاخر ولا عجبكم هذا الفيديو ما تساونيش من ملي لايك ديالكم تعليقاتكم اللي كتشجعني على العطاء وعلى المزيد والناس اللي كي كيزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ونبداو على كتيلة. في إناء كنوضع واحد تقريبا هنا عندي واحد 300 غرام ديال الدقيق الفرينة كنضيف ليه هذه الحمراء اللي هي النخله الرقيقه تقريبا نضيف واحد نص زلافه وغادي نضيف واحد الزيفه صغيره ديال الزنجلان ما يعادل ما يعادل واحد نص كاس وغادي نضيف النافع مدقوق شويه ديال الملحه معلقه صغيره ونص من الخميره الفوريه وغادي نضيف قطرات من خل الطعام تقريبا واحد المعلقه ثم كنضيف واحد المعلقه صغيره من السكر غير مملوءه وممكن تعوضوها بالعسل تنخلط جميع المكونات مع بعضهم وكنجمع العجين بالماء بارد من الروبيني لان الحال سخون ما مشكل فالعجينه دغيا كتختمر صافي هنا بعد ما العجينه كنضيف لها شويه ديال زيت الزيتون وتندخل فيها الزيت كنغطي عليها نخليها تختمر واحد 30 دقيقه ونرجع معكم هنا كيف ما كتشوفوا اختمرت العجينه وصداع في الحجم ديالها فغادي نعاودها غادي ندهن ليها ديالي بالزيت وغادي نعاودها شويه للمره الثانيه كنفرغ منها الهواء اللي كان فيها وكنخدموها شويه على شكل بحال اللي كنخدموا السفنج صافي وغنعاود نغطي عليها نخليها تختمر للمره الثانيه واحد 30 دقيقه اخرى وفي الاخير كن على العجينه اللي هي على هذا الشكل كتكون هكا خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا كنوضع اليد ديالي في الماء وتنشكل منها كويرات بالنسبه للحجم كيبقى لكم الاختيار بغيتوهم صغار او كبار فانا وضعتهم في حجم متوسط وغادي نوضعهم في دقيق الفينو وكنوضعهم في واحد اللاطه اللي فرشت ليها ورق الخبز بعد ما كملت كناخد العجين كنبسطها كنحاول نبعد الخبيزات مع بعضياتهم باش ما يتلاصقوش ليا في اثناء الطهي كنرشهم بالسميده الرقيقه ملي كنحس بالعجين كتلتصق كنرشاب شويه سميده رقيقه او الفينو هنا حيدت وحده باش نخلي المساحه فين يطيب الخبز وما يلتصقش مع بعضياته كنوضع هذه في الوسط صافي بعد ما كنبسط العجين كنغطي عليها نخليها تختمر واحد 20 دقيقه 15 حتى ل 20 دقيقه في الوقت اللي شعلت الفير في الفران كيسخن على درجه حراره 200 خدمت الفرفره وخليت الفرن حتى كيسخن جيدا على ما كيخمر الخبز ثم ناخذ واحد السكين وكنفلحوا الخبزات ديالنا على هذا الشكل وهذا هو الشكل ديال الخبزات ديالنا يعني بعد ما طابو كيجيو محمرين وكيجيو البنات ففيهم هذيك الحمراء كتعطيهم واحد المذاق وكذلك الزنجلان والنافع فهكذا تنقدروا نرافقوهم مع المشاوي نهار العيد فنتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم مره اخرى البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما ملي لايك ديالكم وكذلك ما تنساوش دعموني بالبارطاج ديال الفيديو مع الاهل والاحباب باش الفائده ويستافد الجميع وما بقى لي الا نخليكم مع هذه الصور والى اللقاء